بعد كده، ولازم من دلوقتي بيتعودوا ان هم يشاركوا في تنظيم مثل هذه الامور، سواء مباريات او حفلات، علشان نخلق من خلالهم كوادر باذن الله قادره على اكمال المسيره في النادي الاهلي. الابطال بقى، ابطالنا الحقيقه النهارده هو يومهم، اليوم اللي احنا المفروض بنكرم فيه كل المراكز الاولى، اللي بيحصل على المركز الاول. النادي الاهلي يا جماعه ما بيفرحش اذا كان في اي مركز تاني، المركز الاول بس هو اللي فرح النادي الاهلي بجمهوره. عشان كده احنا النهارده مع كل ابطالنا، سواء من الناشئين حتى الفريق الاول، كلهم يعني بيتمتعوا بهذا الحس، المركز الاول. ولكن كمان لان اعتقد ده هو المكان الطبيعي للنادي الاهلي، ولازم كلنا نحافظ عليه باذن الله. لكن عايز اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا، تخيلوا كم بطوله السنه دي اتحققت، كم بطوله النادي الاهلي بكل العابه فرديه وجمعيه، لاعبين ولاعبات، اتحققوا كم بطوله؟ 296 بطوله. ده رقم فلكي، رقم عجيب، يعني الحمد لله رب العالمين. عشان كده احنا بنقول الحفله دي مهمه. 700 لاعب في النادي الاهلي حقق هذا الرقم، 296 بطوله ما بين فرديه وما بين جمعيه.